يبارككم ويحفظكم. لقد أعطاني الله كل سلطان في السماء والأرض، فامضوا لتبشير الناس من كل الأمم برسالة الخلاص ليكونوا أتباعي، واغسلوهم بالماء باسم الله ومسيحه وروحه القدوس، وعلموهم أن يعملوا كل ما أوصيتكم به، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمان. الحواريون مسلسل في حلقات يحكي قصة رسل السيد المسيح الذين اختارهم ليبشروا الناس برسالة الخلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي وينك أخشى تأخرت؟ أنا آسف، صار عندي شوية شغل أخرني. نحن ما متوعدين الساعة 4؟ أنا آسف وحقي، ومرت اللخ أرجو أن تقبلين اعتذاري. أقبل. أقول وينو بابا وماما؟ راحوا يزورون ناس أصحابهم معزومين عندهم. يلا أنت مستعد نبدي بالقراءة؟ طبعاً مستعد، وخصوصاً الأحداث اللي وصلنا لها بأعمال الحواريين وصلت مرحلة لازم الواحد يتابعها. ادي يلا لكن بس خليني أبدل حواسي وارتاح شوية، وأنا بنفسي غيح أعمل لك شاي. هاي أحسن فكرة، وخصوصاً الشاي ما يتفوت من إيديك الحلوة. بالمرة السابقة عرفنا أشون بولس كان يساعد الأخوة المؤمنين، فكان يتنقل من مكان لمكان، وكذلك من خلال ما يكتبوا من رسائل لهم بإرشاد من الروح القدوس، فكان يقويهم بالإيمان ويشجعهم على الثبات بالصراط المستقيم. الله سبحانه وتعالى عمل معجزات عظيمة بواسطة بولس، والناس كانوا يأخذون المرضاهم المناديل والمآزر اللي لمست جسم بولس فيشفون وتطلع الأرواح الشريرة من عندهم،
وبنفس الوقت بولس كان يتعرض للمؤامرات من بني يعقوب اللي رفضوا الإيمان حتى يقتلونه، لكن الله كان معانه دائما. وعرفنا هم بالمرة السابقة أنه بولس قرر أن يروح لمدينة القدس بعد غياب طويل، فسافر مع مجموعة من المؤمنين عن طريق البحر من ترواس اللي تصير غرب تركيا إلى أن وصل المدينة ميليتس. وهنوك يا إخوان، أنتم تعرفون نحن تجاوزنا مدينة أفاس حتى ما نتأخر أكثر، ومثل ما تعرفون أنا عد أحاول أصل للقدس بسرعة قبل عيد يوم 50. وهسع يا إخوان أريد تروحون على شيوخ جماعة المؤمنين بأفاس وتستدعوهم، أمبور أريد أحكي معاهم قبل ما أسافر. حاضر بولس. الحمد لله والشكر اللي طعانا فرصة أن ننشعك مرة لك. إيه نعم، وخصوصا نحن سمعنا تريد تسافر، ولهذا كلتنا حضرنا هوني خاطر نسمع حكيك. يا أخوان أنتم تعرفون شلون كنتوا أتصرف معاكم طول الفترة اللي قضيتوها عندكم من أول يوم جيتوا بينه هوني، وكنتوا أخدم الله بكل تواضع وبكل دموع، وكنتوا أعاني من المحن الصعبة اللي جت علي من المؤامرات اللي كان يدبروها ضد الناس الما مؤمنين من بني يعقوب، وأنا كنت دائما أحكي لكم الحق وما قصرت بشيء يفيدكم بالتعليم، لكن كنت أعلمكم علانية ومن بيت البيت، وكنت أحكي برسالة المسيح مع كل الأمم أن يرجعون ويتوبون لله ويؤمنون بمولانا عيسى. وأنا هسا غيح للقدس بدافع من الروح القدوس، وما أعرف أش غيح يصير بي هنوك، لكن اللي أعرفه أن الروح القدوس كان يحذرني بكل مدينة بأن السجن والمصاعب تستنضغني بالقدس. وبالنسبة لي أنا أعتبر حياتي ما لها قيمة ما دام أقوم بمهمتي وأكمل العمل اللي كلفني بينه سيدنا ومولانا عيسى، وهو أن أشهد ببشارة الله للخلاص. وأنا أعرف أنتم ما هي يحتغشعوني بعد هذا اليوم. أشون بعد ما نخشعك؟ ليش تحكي هكذا؟ أنا ما أفتهم أش تقصد بكلامك. إيه نعم، أنتم اللي تجولتوا بينكم كلتكم أبشغ بقيام مملكة الله، ولهذا أعلن لكم كلتكم اليوم أنا بريء من دم الجميع. أمبور ما قصرت أنا أعلن لكم كل مشيئة الله، فديروا بالكم على نفسكم وعلى كل الرعية اللي عينكم الروح القدوس عليهم شيوخ، ورعوا جماعة المؤمنين اللي فداهم الله من خلال سفك دم المسيح. وأنا أعرف يا أخوان بعد ما أروح غيح يجي من بيناتكم بعض المعلمين الجذابين مثل الذياب المفترسي، وما غيح ترحم الرعية ويحرفون الحق حتى يجذبون التلاميذ فيتبعوهم. إذن ديروا بالكم وتذكروا أنه أنا لمدة 3 سنين ما توقفت بنصيحتي لكم عن هذا الشيء بدموع ليل ونهار. وهسع يا أخوتي هسع أستودعكم أماني بيد الله، وتذكروا رسالة الخلاص اللي طيقة تقويكم وتعطيكم نصيب مع أولياء الله الصالحين. وأنا ما رغبت أبدا بفضة أحد أو ذهبه أو أحواسه، لكن اشتغلت بهايدي حتى أسدد احتياجاتي واحتياجات الناس اللي معاي. وأنا وضحت لكم بكل طريقة أنه لازم نشتغل ونتعب حتى نعاون الناس الضعفاء، وتذكروا كلمات سيدنا ومولانا عيسى البركة هي بالعطاء أكثر من الأخذ. لهذا يا أخوان خلونا نركع ونصلي لله سبحانه وتعالى.
يا ربنا الحنون، يا خالق السماوات والأرض، واهب الحياة وكل ما بيها. يا ربنا، يا ربنا الغني المجيد، أسألك أن تقوي المؤمنين بكيانهم الداخلي بقوة روحك، حتى يسكن المسيح بقلوبهم بالإيمان. وأسألك أن تعمق جذور وأساسات المؤمنين بالمحبة، فيكونون قادرين أن يفهمون أشون محبة المسيح عظيمة جدا، ويعرفون هاي المحبة مع أنه هي تفوق كل معرفة، حتى يكونون منتلين بالحياة والثقة اللي تجي من عندك. بعد هذا بكيوا كلتم وحضنون وباسونه، وشعروا بالحزن بالأخص من قلم إنه ما غيح غشعونه مرة ثانية، وبعده طلعوا معانه للسفينة حتى يودعونه. وسافروا بالبحر إلى أن وصلوا الميناء صورة بلبنان. يا بولس، وصلنا الصور والسفينة تريد تفرغ حمولتها هوني، يعني غيح نتأخر هوني كم يوم. إيه، أنا سمعت البحارة يحكون غيح نتأخر 7 أيام، ولهذا أنا أعرف مجموعة من التلاميذ هوني، خلونا نروح عندهم ونقعد. بولس، نحن خايفين عليك وننصحك أن ما تروح للقدس. أي نعم، نحن عرفنا من الروح القدوس أكو خطر عليك هنوك. صدقوني يا جماعة، صدقوني، الله قادر على حمايتي، ولهذا هالساعة انتهت إقامتنا هوني وخلونا نروح ونكمل سفرنا. بولس، نحن نريد نرافقك للسفينة، نحن وعوائلنا، حتى نودعكم لخارج المدينة. أهلا وسهلا بكم. بعد ما طلعوا من المدينة وغاحوا للميناء، ركعوا على الشط وصلوا وودعوا بولس وجماعته، ورجعوا هيم لبيوتهم، وسافروا إلى أن وصلوا القيصرية اللي تصيغ شمال القدس، وغاحوا البيت فيليبي اللي عنده 4 بنات ما كان يتزوجوا وعندهم موهبة النبوءة. وبعد كم يوم جاء مؤمن من القدس، الله منعم علينا بالنبوءة، واسمه أغابوس. يا جماعة، ويصب الأخ بولس. تفضل تفضل، موجود جوا. يا بولس، من فضلك طعين حزيمك. ها؟ حزيمي؟
نعم حزيمك. تفضل هذا حزيمي. ليش؟ ليش كتفت بينه ايديك ورجليك؟ ليش؟ ليش عتكتف رجليك؟ قال لي الروح القدوس صاحب هذا الحزيم غيح يكتفون المتسلطين من بني يعقوب بالقدس بهاي الطريقة ويسلمونه للرومان. فارس فارس لا تروح للقدس. نحن نترجاك نترجاك. ايه فارس نحن نترجاك. أنا ما تروح لهنو أمور نحن نخاف عليه. لا تبقون. ليش تبقون وتكسرون قلبي؟ أنا مستعد ما بس أتكتف وانسجن لكن مستعد للموت بالقدس من أجل خاطر مولانا عيسى. نترجاك يا بولس نترجاك. إحنا نترجاك. نعم يا بولس نترجاك. يا جماعة يا جماعة بولس مصر على الراحة فاسكتوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يلا لكن حضغوا نفسكم وخلونا نسافر لمدينة القدس. سافروا بولس وجماعته وكانوا معاهم بعض التلاميذ من قيصرية، ولما وصلوا للقدس رحبوا بيهم كل الأخوة بفرح. الحمد لله على سلامتكم. يا أهلا وسهلا بيكم. وهسا امشوا معانا ارتاحوا من السفر. ونزلوا ببيت تلميذ من أول المؤمنين اسمه مناسون. ثاني يوم راح بولس حتى يزور الشيخ يعقوب، وكانوا كل الشيوخ مجتمعين هناك. فسلم عليهم بولس وحكالهم بالتفصيل على كل اللي عملوا الله سبحانه وتعالى بين الشعوب بواسطته. سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله اللي أنعم على كل الشعوب بالإيمان. يا بولس بعد ما سمعنا منك هذا الحكي فنحن نحمد الله، وانت عاد تغشى انه آلاف الناس من بني يعقوب آمنوا وهي متعصبين لشريعة موسى، وهذول الناس سمعوا إشاعة بأنه انت تعلم بني يعقوب الساكنين بين الشعوب أن يرتدون عن شريعة موسى وتوصيهم أن ما يختنون أولادهم وما يتبعون عاداتنا وتقاليدنا، وهسا هيم أكيد سمعوا أنت جيت هوني. يا جماعة يا جماعة أش نعمل حتى نبطل هاي الإشاعات؟ يا جماعة يا جماعة أنا عندي رأي. تفضل احكي. نحن عدنا أربع رجال عليهم نظر، فخلي بولس ياخذهم ويطهر معاهم ويصرف عليهم ويحلق رؤوسهم، فيعرفون كل الناس الشيء اللي سمعونه عن بولس ما صحيح وهو مجرد إشاعة. مبور هو بنفسه يعمل بالشريعة. نعم ايه أحسن حل هو هذا. لازم تعمل هذا الشيء يا بولس. أما بخصوص المؤمنين من الشعوب فما نريد نحملهم أكثر من طاقتهم بالشريعة، لهذا بعثنا لهم قرارنا بأن يمتنعون عن أكل الطعام المقدم للأصنام وعن الدم وعن لحم الحيوانات المخنوقة وعن الزنا. مثل ما تريدون يا إخوان مثل ما تريدون. غدا غيح آخذ الرجال وأروح. ثاني يوم
راح بولس مع الرجال وتطهر معاهم، وبعدها راحوا البيت الله وسجل تاريخ انتهاء التطهير، وبهذا الوقت يذبحون ضحية لكل واحد من الأربعة. ولمن قربت أيام التطهير السبعة أن تنتهي، رشعوا مجموعة من بني يعقوب من تركيا بولس بيت الله، فمسكونه وقاموا يصيحون: يا ناس يا ناس يا ناس يا مستمعين يا ناس، أنتم يا بني يعقوب، هذا هو الرجال اللي يعلم الناس وبكل مكان وشعبنا وشرعتنا وضد هذا المكان المقدس اللي نحن بينه. ايه نعم، والأكثر من هذا، فات الأغراب البيت الله ونجسوا هذا المكان المقدس. الناس حكوا هذا الشيء انبور غشع واحد يوناني جاء مع بولس للقدس، فظنوا انه بولس فوته معانه البيت الله، وطبعا هذا الشيء ضد شريعتهم، فهاجت المدينة كلتها وتجمعوا الناس من كل مكان ومسكوا بولس وجغونوا برا بيت الله وسدوا الابواب. يلا يلا يا ناس اقتلونه، لازم الموت هذا، اقتلونه اقتلونه، يستحق الموت، اقتلونه، يريد يغير شريعتنا. اشنا الهوسة الصاغ سيدي، هذولي بني يعقوب مسكين واحد ويغيدي ونقتلونه. شلون يقتلونه؟ شو يا حرس؟ نعم امشوا معي، خلونا نغشي عشتوا القصة. نعم سيدي. يا ناس يا ناس، جاء الضابط الروماني ومعانا الجنود. شلون جاء الضابط الروماني؟ اقتلونه. يا ناس يا ناس، جاء الضابط الروماني مع مجموعة من الجنود، بعد لحد يضربوا. يا حرس يا حرس. نعم سيدي. اقبضوا علينا وقيدونه بالزناجيل. يا ناس يا ناس، منو هذا؟ وش عمل هذا؟ لازم يموت، لازم يموت، هذا عقاب الموت. انبور يريد يغير عاداتنا وتقاليدنا. لازم يموت، لازم يموت. انا كل شيء ما افتهم، انا كل شيء ما افتهم، هذا صح شكل وذاك يحكي شكل. يا حرس خذوا له المعسكر. حاضر سيدي. ولمن وصلوا للدغج اللي يطلعون بينه من منطقة بيت الله، الجنود شالوا بولس حتى يخلصونه من عنف الجمهور. حضرة الضابط تسمح لي أقول شيء؟ أنت تحكي يوناني؟ أنت ما المصري اللي عمل ثورة قبل فترة وقاد 4000 واحد من القتلة بالصحراء؟ أنا من بني يعقوب ومن طرسوس، المدينة المشهورة بكلكيليا. من فضلك حضرة الضابط، من فضلك اسمح لي أحكي مع الشعب. فضل أحكي. يا ناس يا أخوتي ويا آبائي، اسمعوا دفاعي عن نفسي. هذا قام يحكي باللغة العبرية. اسمع خلينا نفتهم ايش غير يحكي. يا اخوان، انا من بني يعقوب ومن طرسوس اللي بكلكيليا، بس انا نشأت بهاي المدينة، وكان استاذي غمائيل، وتعلمت شريعة آبائنا بكل تفاصيله، واضطهدت اللي يتبعون طريق المسيح حتى الموت، وكان عندي غيرة على أمور الله مثلكم، وكنت أقبض عليها مغجين ونسوان وأزتهم بالسجن. ويشهد على صحة كلامي علماء الدين وأعضاء المجلس. مبور أنا أخذت منهم رسائل العلماء الدين بدمشق حتى أقبض على كل الناس المؤمنين وأجيبهم للقدس للعقاب. قبل ما أصل دمشق، فجأة
ظهر حوالي نور عظيم من السماء، فوقعت على الأغض وسمعت صوت يقول لي: شاول شاول ليش تضطهدني؟ فقلت له: منو أنت يا سيدي؟ وش تريد؟ فقال لي: أنا عيسى اللي أنت تضطهده، قوم قوم وفوت للمدينة وهنوك يقولوا لك أش غيح تعمل. فقادوني جماعتي وفوتوني لدمشق مبور النور عم عيوني، وهنوك جاء علي تلميذ مؤمن اسمه حنانيا وقال لي أنه الله اختارني حتى أكون شاهد للمسيح قدام الجميع، وبهذا الله سبحانه وتعالى أنعم علي بالإيمان، فخلى حنانيا إيده علي ورجع لي نظري، فاغتسلته ورجعت للقدس وكنت أصلي بالمصلى ووقعت بغيبوبة وخشعت مولانا المسيح يحكي معاي ويقول لي: قوم قوم بساع واطلع من القدس هسع، انبور الناس هوني ما غيح يقبلون شهادتك عني. فقلت له: مولاي أنا أريد أشهد للناس اللي هوني وهيهم يعرفون كنت أروح من مصلى لمصلى حتى أسجن وأضغب اللي يؤمنون بيك، ولما انسفك دم الشهيد اسطيفان كنت موجود ووافقت على هاي العملية وحرست حواس الناس اللي قتلونه. فقال لي مولاي عيسى: أنا غيح أبعثك بعيد لكل الشعوب الأخرى. كان يسمع بولس إلى أن قال عبارة الشعوب الأخرى، فصاحوا كلتم: هذا الشخص حرام يعيش، حرام يعيش، لازم يموت، لازم يموت. يا حرس يا حرس! نعم سيدي. فوتوا بولس للمعسكر، يلا بسع فوتونه. نعم سيدي. اجلدونه واستجوبونه حتى أعرف إيش القصة وليش الناس قاعدين يصيحون هكذا. ولمن مددونه حتى يجلدونه، بولس حكى مع واحد من الحرس: يسمح لكم القانون أن تجلدون شخص روماني الجنسية قبل محاكمته؟ خافوا لا حد يضغبوا، خلوني أروح أحكي مع الضابط. هذا الرجال طلع روماني جنسي، فايش نعمل نحن؟ شلون؟ روماني جنسي؟ أو شو تعال معي خلينا نحكي معانو.